أشرف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على سير عملية شفط المياه وفتح الطرق التي تضررت جراء موجة الأمطار التي هطلت على المملكة في عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار. جهود حثيثة بذلتها مختلف الجهات الحكومية في مملكة البحرين للتعامل مع كميات الأمطار الكثيفة التي هطلت على المملكة والتي استعدت لها الجهات الأمنية ووزارة الأشغال بشكل كبير خلال الأيام الماضية. وفي هذه الزيارة الميدانية لسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تبين مدى الحرص على سير عملية فتح الطرق وشفط مياه الأمطار التي تجمعت في عدد من شوارع المملكة. ما يخفيك أن كان في استنفار عام منذ الحصول على التنبؤات الجوية، هذا الكلام من فترة تقريبا 4 أو 5 أيام. تم توزيع الفرق، فرق الطوارئ، وتم صارت في اجتماعات طارئة برئاسة سعادة الوزير لفريق الطوارئ الموجود في الوزارة بشقها شؤون الأشغال وشؤون البلديات. تم الاتفاق على آلية العمل واللي هي الاستراتيجية للتعامل مع الأحوال الجوية وموسم الأمطار. طبعا تم توزيع العمل على شقي الوزارة، شؤون البلديات مختصين بالشوارع الداخلية وشؤون الأشغال مختصين بالشوارع الرئيسية وتأمين الحركة والسير على جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالمملكة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وصول الناس إلى أعمالهم وإلى المدارس وإلى المنشآت الهامة والحساسة في المملكة. وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبرفقة فريق من الوزارة زاروا عددا من الشوارع للاطلاع على أعمال تنظيف فتحات وأنابيب تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة، والتي جاءت بتعاون كبير مع مختلف الجهات الحكومية، وذلك حرصا على سلامة المواطن والمقيم ومن خلال استخدام وسائل جديدة للتعامل مع تجمع مياه الأمطار في مختلف شوارع المملكة. التعامل مع هذه المنطقة الحساسة وتجمع المياه الأمطار بتقنيات حديثة وسهلة، يعني نقول سهل الممتنع، تكلفتها كانت جدا بسيطة من خلال عمل فتحات تصريف مياه أمطار، ومن ثم عمل مضخة رفع، محطة رفع ومضخة، وتوسعة الحوض اللي موجود بجانبنا هناك، توسعته بشكل كبير عشان نستوعب كمية المياه. والدليل اليوم احنا نقف في هذه النقطة، وهذه يعني كمية المياه أو الهطولات المطرية اللي هطلت اليوم على البحرين كانت جدا عالية، مع أنها كانت فترة بسيطة، ولكن ولله الحمد مثل ما تشوف المياه تصرفت بدون استخدام أي تقنية مثل صهاريج أو ما شابه ذلك أو الأشياء العادية. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بتوزيع عشرات الفرق الميدانية على مختلف مناطق المملكة للإشراف على التحسينات الفورية التي اتخذتها الوزارة كإنشاء حواجز ترابية في بعض مناطق المملكة وصيانة الطرقات المتضررة من خلال إعادة رصفها وردم الحفر وتوفير أكثر من 50 صهريجا لشفط مياه الأمطار ونحو 40 مضخة متحركة. جهود حثيثة تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لفتح الطرقات والتعامل مع هذه الحادثة التي تشهدها مملكة البحرين. هذه أمطار خير، ولكنها بلا شك قد تتسبب في بعض الازدحامات، تراكم بعض كميات الأمطار، إلا أن هذه الجهود الحثيثة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومختلف الوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين، هي مملكة البحرين، تتمكن وبجدارة وبكما نراه هنا ويشاهده المواطن والمقيم والمشاهد الكريم بأنها بالفعل تمكنت من تخطي هذه العقبة والخروج من هذا الموقف بسلام ودون أي أخطاء تذكر. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.